إن أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وبروز الطاقات المتجددة والحاجة إلى تقليص بصمتنا الكربونية تفرض علينا خيارات صعبة لكنها ضرورية. وفي هذا الشأن فقد حققت بلادنا بالفعل تقدماً ملحوظاً من خلال بعث مشاريع تهدف إلى تعزيز البيئة التحتية الطاقوية واستقطاب استثمارات أجنبية في قطاعات المحروقات والطاقة المتجددة. وبالرغم من ذلك يتوجب علينا أن نقطع أشواطاً جديدة في هذا الشأن عبر وضع إطار تنظيمي أكثر تحفيزاً من أجل تطوير الطاقات النظيفة. ضف إلى ذلك فإن تكوين أيادي عاملة مؤهلة وكذا إبرام شراكات دولية من أجل نقل التكنولوجيا يعدان بمثابة أولويات ملحة